في ظل حالة الحداد اللي احنا عايشينها لازم نقدم الدعم والتحية لأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم وينتقم من المجرمين قتلة الأطفال والشيوخ والنساء، يعني انتقام العزيز المقتدر، اللهم أمين. فلسطين وقضية فلسطين في القلب دائما وأبدا. وساعات يا جماعة بيكون الكلام في الكورة أو في الرياضة عموما لا قيمة له، يعني قصاد حياة الناس وأمنهم، لأن ببساطة كده إحنا بني آدمين. قبل ما نكون شغالين في الميديا أو بنقدم لحضراتكم رسالة، إحنا بني آدمين. والحقيقة إن امبارح كم التطورات اللي حصلت غير مسبوق، يعني شفنا دعم وتعاطف ومواساة ومواقف سيادية وشعبية هيقف التاريخ قدامها كتير. موقف الدولة المصرية وكلام سيادة الرئيس وتوجه مصر بشكل عام واضح وصريح، لا تهجير لأهل غزة ولا قبول بأي محاولات لتوطين ولو شبر واحد بس من أرض سيناء. والمصريين وشعبنا يعني في ظهر قيادتهم السياسية، وخصوصا طبعا لما بيتعلق الأمر يعني بمخطط بالخطورة والحساسية دي. بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمان بيضيف موقف على موقف. موقف التبرع بالدم لإخواتنا طبعا في فلسطين هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، والموقف التاني واللي هو كان الإعلان بوضوح عن دعم توجه الدولة المصرية وكلام سيادة الرئيس بخصوص قضية أهالينا في غزة وأرضنا في سيناء. مشاعر يعني جموع الشعب المصري واضحة ومش محتاجة أي تأويل لما الأمر يتعلق بمخطط صهيوني هدفه القضاء على القضية الفلسطينية وإبادة حقوقها، زي ما بيحاولوا دلوقتي كده أنهم يبيدوا ناسها وأهلها، وده على فكرة عمره ما هيحصل. على المستوى الرياضي كمان يعني شفنا دعم غير مسبوق سواء داخل أو خارج مصر. كل أندية مصر نسيت الألوان ونسيت المنافسة اللي بتجمعنا دايما لما بيكون يعني اللي بيوحدنا قضية واحدة وقضية وطن ودين وإنسانية. الكل سارع لدعم إخواتنا في غزة بكافة الطرق والأشكال. هنا في نادي الزمالك تم بالفعل إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام زي ما الدولة المصرية أعلنت، وبالتالي إيقاف كامل لكافة الأنشطة والاحتفالات بصرف النظر طبعا عن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، لأن دي يعني مسألة خاصة بمواعيد وترتيبات صعب إن احنا نغيرها في الوقت الضيق ده. وزارة الشباب والرياضة كذلك أعلنت حالة الحداد العام، وكافة أندية مصر الوطنية بلا استثناء، يعني الكل كان بيسارع لإعلان دعمه وتعاطفه مع القضية الفلسطينية. الناس كمان أخيرا يعني سعدت باستجابة لاعبنا المصري محمد صلاح لنداء الملايين وخروجه للعالم كله علشان يقول رسالته اللي وصلت ل 55 مليون بني آدم في أول ساعة فقط من نشر الفيديو. طبعا محتوى الفيديو أنه كان انقذوا غزة ووقفوا قتل الأبرياء، ويعني إن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. فحتى لو البعض كان بيلوم على محمد صلاح، واكيد كانوا بيلوموا حبا فيه ولانه عارفين ان هو شخصيه مؤثره جدا، وكانوا بيلوموا عليه ان هو ما اتكلمش بسرعه او ما خرجش واستغل شعبيته الكبيره بره مصر وجوه مصر، يعني ده كان علشان يعني احنا كنا محتاجين منه ان هو يروج للقضيه الفلسطينيه. ولكن في الاخر يعني هو عمل الفيديو، ولازم نستغل صدى رسالة محمد صلاح دي وننشرها بأوسع مدى ممكن علشان تحقق اللي كلنا بنرغب فيه. آن الأوان لإيقاف الكارثة دي، وكلام يعني ولو بكلام شخص مؤثر وبقيمة طبعا محمد صلاح، وهو أكيد ليه دور يعني كبير في المجتمع، ولو حتى الفيديو ده عمل دور بسيط في عملية تمرير المساعدات الإنسانية والطبية لإخواتنا في غزة فيكفي، يعني ويكفي وزيادة كمان. احنا مغمومين لغم اخواتنا في فلسطين ومهمومين لهمهم، واحنا يعني احنا بنشترك في نفس اللغة ونفس الدين والعادات والتاريخ والارض، بينا حاجات كتير قوي مشتركة، واكيد احنا يعني في حالة حزن شديد عليهم. ولازم نقول كمان ان كل شخص او هيئة او مؤسسة لازم تقدم اللي عندها واللي تقدر عليه تجاه القضية الفلسطينية. والسادة الرياضيين والفنيين والفنانين وكل شخص مؤثر في نادي في مصر لازم يكون يعني ليه دور قوي
في الحديث والترويج للقضية، وشفنا يعني احنا شفنا بالفعل بعض المؤثرين على السوشيال ميديا سواء من لاعبي او من الفنانين، ولكن شفنا من لاعبي كرة القدم كمان سواء مصريين او العرب او حتى البعض من الاجانب. شفنا ناس كتير بتتكلم وبتدافع وبتوضح للناس اللي بره في الغرب الصامت الاخرس عن الحق. ده الجانب الاخر من الرواية اللي مش شايفينه ومش عايزين يشوفوه. يعني فاللهم كن في عون اهل غزه وانصرهم وعزز قواهم واكسر يعني شوكه اعداء الانسانيه يا رب ان شاء الله.